كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لرئيس وزراء المجر وللعلاقات الثنائية خلال فترة مسؤوليته في رئاسة الحكومة المجرية. ووقع الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إعلانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، وذلك في إطار رفع مستوى العلاقات بين البلدين. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة واتفاقيات التعاون بين البلدين، وتستهدف تلك المذكرات تعزيز التعاون بين البلدين وأيضا رفع مستوى العلاقات. وتضمنت التدريب والتعليم والاستخدامات السلمية للطاقة والمنح الدراسية والشباب والرياضة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. يعني دكتورة غادة، بعد التحية، كيف تقيمي هذه الزيارة الهامة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى مصر، ودلالات أيضا التوقيت لهذه الزيارة؟ بالطبع يا فندم، يعني نحن نتحدث عن دولة المجر التي ترتبط بمصر عبر التاريخ وعبر الأزمنة المختلفة بأواصر تاريخية يعني قوية في الحقيقة، ومن ضمن الدبلوماسية المصرية القوية التي ينتهزها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثمان سنوات السابقة، والدبلوماسية المصرية القوية يعني التي تنعم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة شرقا وغربا وفي جميع الدول المختلفة في الحقيقة، وخاصة دولة المجر. يعني نحن نتحدث عن علاقات منذ عام 1939، يعني عندما انفصلت المجر عام 28 عن الإمبراطورية النمساوية، وقامت بأول بعثة دبلوماسية إلى مصر عام 39، وكان أول سفير مصري في دولة المجر عام 1948. وبعد ذلك أيضا امتدت العلاقات ما بين مصر والمجر في العديد من العلاقات الاستراتيجية والعسكرية، وخاصة في المعسكر الشرقي وتطبيق السياسات الاشتراكية منذ عام 52. والتوقيت بالذات يعني في يعني هذا التوقيت ودلالته أن يعني نحن نشاهد عصر التكتلات الدولية، ونحن نشاهد عصر الحروب الباردة الاقتصادية، وأن هناك الاتجاهات المختلفة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية الدبلوماسية من دول العالم مختلفة، سواء العظمى منها أو النامية، وخاصة أن الدولة المصرية أصبح لها دور ريادي أو استعادت دورها الريادي في ظل هذه العلاقات المختلفة، وفي ظل توطيد العلاقات والأواصر التاريخية بين مصر والدول المختلفة. فنحن نتحدث عن دولة مجر التي تنعم بالعديد من تفوقها في العديد من الصناعات، وإنها تتوسط يعني شرق أوروبا، وتستطيع الدولة المصرية أن تغزو هذه الأسواق عن طريق دولة المجر، وتستطيع دولة المجر أن يكون لها تعاونات مختلفة في الدول الأفريقية من خلال الدولة المصرية، خاصة أن مصر هي البوابة الأولى للدول الأفريقية وهي الرائدة في دول الشرق الأوسط. يعني والعديد من العلاقات الحقيقة بين مصر والمجر، يعني لا ننسى أن المجر كانت الدولة الداعمة لمصر في التصويت أن تنعم مصر ب مقعد غير دائم بمجلس الامن، وايضا دعمت مصر دوله المجر ان يكون لها مكان في جنيف في مجلس حقوق الانسان. يعني هناك الحقيقه العديد من العلاقات المختلفه ما بين مصر ودوله المجر في العديد من المجالات المختلفه. نعم، تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن حجم التوافق السياسي بين مصر والمجر في العديد من القضايا، منها على سبيل المثال القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها بالطبع وتأتي الأولوية للقضية الفلسطينية. وهناك يعني الحقيقة تفهما كبيرا على أساس التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين. أيضا هناك العديد من الملفات السياسية المشتركة، منها الهجرة غير الشرعية والملف الليبي وغيرها من قضايا منطقة الشرق الأوسط. بالطبع، لأن هناك توافق تام ما بين يعني الحكومتين المصرية والمجرية في العديد من القضايا، وأهمها قضية مكافحة الإرهاب، وتدعم الدولة المجرية الدولة المصرية في هذا الملف بقوة.
وايضا دعم القضايا العربيه المختلفه ما بين الدول المختلفه سواء ليبيا سوريا او العراق او اليمن او القضيه الفلسطينيه على اولويه هذه القضايا. فدائما بتنظر دوله المجر الى الدوله المصريه بانها يعني اذا استقر الامن والاستقرار في الدوله المصريه استقر الامن والاستقرار في دول الشرق الاوسط باكمله. وهي تنظر الى الدوله المصريه انها رائده في الشرق الاوسط وانها بتتصدر جميع القضايا التي يعني تواجه الدول العربيه. فيعني العمل على حل هذه القضايا من اجل الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه وهذا ما تسعى اليه دوله مثل المجر، وخاصه انها يعني دوله لها ثقلها بعد انضمامها للاتحاد الاوروبي منذ 5 سنوات تقريبا. فهي يعني نحن نتحدث عن دوله داخل كتله اوروبيه لا يستهان بها على مستوى الاثر السياسي او الاقتصادي او التجاري. فتوطيد العلاقات وان تصل مصر والمجر الى العديد من الاستراتيجيات والاتفاقيات في ظل هذه الظروف يعني امر مهم، خاصه في توترات الاوضاع الدائمه في القضيه الفلسطينيه وفي العديد من القضايا التي تواجه الدول العربيه وبعد العديد من الازمات التي يعاني منها الوطن العربي سواء الاقتصاديه او السياسيه او الدبلوماسيه. واعتقد يعني في ظل الزيارات المتبادله ما بين يعني الرئيس السيسي منذ عام 2015 ومنذ ان يعني ان دعمت دوله المجر ثوره 30 يونيو ومنذ تولي الرئيس عام 2014، فاعتقد هذه العلاقات بتزداد وبتنمو وبيكون هناك قناعه تامه ان يكون هناك تبادل دائم في الاراء وفي طرح القضايا المختلفه من اجل الاستقرار ومن اجل ان تنعم الدولتين بالتنميه الدائمه، وخاصه ان الدولتين لديهم منافع اقتصاديه قويه سواء على مستوى التبادل التجاري او الاقتصادي او حتى توطين الصناعات، وخاصة أن الدولة المصرية بتسعى إلى تحسين الصناعة في هذه الفترة يعني التي نعاصرها من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية. نعم، بخصوص حديث حضرتك دكتور غادة عن مدى ثقل المجر بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، يعني الحقيقة شكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر وأعرب عن امتنانه للمجر لوقوفها جنبا بجانب مصر في إيصال وتوصيل صوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر المجر. وكان الرئيس ممتنا اليوم بحديثه عن دور المجر في عرض الكثير من التفاصيل والكثير من القضايا ورؤية مصر تجاه العديد من القضايا في دول الاتحاد الأوروبي عبر المجر. بالطبع، يعني نحن نتحدث عن دولة المجر التي دعت الدولة المصرية أن تشارك في يعني تجمع الفيشيغراد، يعني التي كانت الدولة المصرية من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي يتم دعوتها لهذا المؤتمر الذي ضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا. يعني نحن نتحدث عن كتلة قوية اقتصاديا سواء على المستوى الاقتصادي فهي تتمتع بتقريبا 8.1 تريليون دولار كتلة اقتصادية و64 مليون نسمة بشرية، فنحن نتحدث عن قوة اقتصادية وبشرية هائلة. دعت الدولة المصرية أن يكون لها دور يعني أن تشارك في هذه القمة التي شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودائما يعني منذ تولي الرئيس من عام 2014 ودولة المجر بتدعم الدولة المصرية وبتدعمها في العديد من القضايا الحقيقة، لأنها بتنظر إلى مصر إنها لها دور رائد في منطقة الشرق الأوسط وإنها البوابة الأولى للدول الأفريقية، وبتدعمها في العديد من القضايا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من أجل أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة. ودائما الدول الأوروبية بتنظر إلى منطقة الشرق الأوسط لأنها الأقرب جغرافيا، إذا استقر الشرق الأوسط يعني كان هناك استقرارا في هذه الدول وكان هناك زخما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وأيضا أن يكون هناك فرص لعلاقات تجارية مختلفة وعلى يعني على جميع المستويات. نحن نتحدث عن توطين الصناعات، نتحدث عن السياحة، عن تعزيز التعاون في حتى الموارد البشرية وتبادل الخبرات البشرية ما بين الدولتين. يعني نحن أيضا شاهدنا يعني كان هناك أكبر صفقة شهدتها هيئة السكك الحديدية المصرية كانت من دولة المجر من أجل تعزيز يعني هذه الصناعة أو هذه الخط الفيصل القوي في الدولة المصرية وهي هيئة السكك الحديدية. هناك العديد الحقيقة من التعاون ما بين دولة المجر والدولة المصرية، هناك العديد من التبادل سواء على مستوى الصادرات أو الواردات،
نحن نتحدث عن كتلة يعني تقريبا 274 مليون دولار علاقات تجارية اقتصادية ما بين البلدين، يعني لو قدرنا نقسمها ما بين تقريبا 141 مليون دولار صادرات من الدولة المصرية إلى المجر، 133 مليار دولار من مليون دولار من المجر إلى الدولة المصرية. فنحن نتحدث عن علاقات وطيدة على المستوى التاريخي، أواصر تاريخية قوية بين الدولتين. نحن نتحدث عن علاقات تجارية قوية بين الدولتين، تبادل في الخبرات وتبادل في القوى البشرية. نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية بيعاني منها جميع العالم، ولكن صحيح. يعني استطاعت الدولة المصرية أن تعمل على العديد من الاستراتيجيات والتعاونيات والتعاونات المختلفة ما بين الدول، أن يكون هناك دبلوماسية مصرية قوية للدولة المصرية في ظل هذه التوترات المتصاعدة دائما ما بين يعني الدول العظمى. فشاهدنا في هذه الأزمة أن الدولة المصرية تصدرت المشهد من أجل أن يتعاون معها جميع الدول شرقا وغربا في الحقيقة. فنحن يعني نشهد زخما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وتجاريا، ونحن نتوقع أن تكون السنوات القادمة بإذن الله يعني أفضل بكثير عن المستوى الإنتاجي والاقتصادي والصناعي في الدولة المصرية بعد هذه التعاونات والاشتراكات والبروتوكولات المختلفة التي تمت ما بين الدولة المصرية والعديد من الدول سواء على مستوى الدول الغربية أو الأفريقية أو غيرها. نعم أشكرك، شكرا جزيلا الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية.